أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات للرأي العام أنه تم العثور على بقايا عظام بشرية صغيرة الحجم وبعض الملابس بأحد الجبال بمنطقة تفركالت نواحي أكدز مساء يوم السبت 26 من شتنبر 2020، وأنه على ضوء هذه المعطيات تم فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد به للمركز القضائي للدرك الملكي بزاغورة، وذلك من أجل إجراء خبرة جينية على العظام البشرية لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة والقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة. وأكدت النيابة العامة أنها سوف تخبر الرأي العام بكل مستجد حول هذه الواقعة.